السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة بعنوان مجلس النبي من أشعار شاعر مصر الكبير إبراهيم رضوان، أداء محمد عبد القوي حسن. كان سيدنا رسول الله الهادي لما بيجلس جوه المجلس كل عيون أصحابه يبصوا عليه، فجأة ويدور النور حواليه أبيض شفاف، يتبسم يوصل نور البسمة لآخر واحد في القاعدين، فيشاور ليه ويمد ايديه بالتمر ويسحب ايده بسرعة لما يحاول يبوس ايديه ويطبطب تاني على القاعدين. ويصلي معاهم على سجديد الوبر الخشنة، يصلوا وراه ويصلوا معاه، يوصلهم نور الله. يسكت فتنام القاعة، ينام الكون، يتكلم يصحى الكل، يقول فجأة ويمام النخلة، يقول الله الله يا رسول الله الله الله. ولا واحد إلا يقول لك بقولك تاه في ليالي الضوء، لا واحد إلا مطار على فوق يتوضى بضي نجوم مبهورة بسحر سماك. الأرض بتسجد للرحمن وياك، وبيسجد 100 مليون إنسان وملاك. تسد على كتف الصاحب لجل تقوم، مع إنك قادر بس بيفرح صاحبك لما يساعدك يا إنسان. الكل يقوم في ثواني معاك، تخرج والكل وراك، وتبص الطير بيطير في السماء مطلوب، وتقول سبحان الله سبحان الله، على كل جناح مرسوم بالشوق، عالشمس الدافية تبص لكل سحاب الضوء، بتضلل فوقك وقت القيس، كاظم في القيس ورؤوف وحليم، وكتير في صفاتك من أسماء الله يا حبيب. تمشي فتلاقي سفينة مكة بتلبس جبك، يفرح قلبك لما تشوف الكون مجميع. الله على ظهر النور يا ربيع الله، الله على وحي لا يمكن يومها يضيع. الله بينادي شفيع الله على المؤمن لو يشتري ما يبيع. الله على الهادي حبيب الأرض حبيب السماء والكون. الله على مجلس فيه 2 أو أكثر لكن فيه ملايين. الله يا سراج الدين عزيز يا قريب من القهم، يا معين للسائل والمحروم في المجلس، تجلس ضي مهيب وكأن الطير حواليك وكأن الحلوة عنيك، مسجد هيساعي صاحب قاعدين. ولعمرك يوم مديت رجليك، ولعمرك حتى شاورت بشكل مهين، ولا صوتك أبدا كان يا رسول الله أعلى من صوت أصحاب قاعدين. تنظر على كل الناس بحنين، وتبص عليهم واحد واحد، يفرح كل الناس، قلبك حساس، صوتك إحساس، ونداس على صاحبك حد غريب، تغضب لكن بهدوء، ترجع وترجع حق الصاحب قبل ما ناره تجيد. تجلس في المجلس شمع الحب يجيد، والوحي معاك يصبح أحاديث. يا رسول الله انصح سمعين حافظين كل اللي تقال، تبعت أصغر إنسان علشان ينده لبلال، ويعود لحماك ويوشوش فيك فجأة وأدان الحق يبان. فتقوم بهدوء مخلوط بهدوء الراحة وضوء المية، لابد تحافظوا عليها حتى ان كنتوا في نهر فسيح، والله صحيح الصبر مريح. فاصبروا ترتاحوا من الجلجان، واقروا القرآن، بكرة الرحمن هيكمل فيه في الغار جبريل وياه مفتاح الوحي، وقلبي موصل جيد للمبعوث، ولا غير الفتحة تصبع قول. المسلم مسلم مش إرغام ولا بالنبوت، المسلم قاعد لسه في مجلس نوره مع أعظم أستاذ، ما بقاش في السكة جزاز. ورسولنا محمد ويا أصحابه شايفهم فردا فردا، مادد إيده ليدهم دايما بلا أشواق، طول العمر ما فيش أصحاب، لا بعاد هيسيبنا في يوم محتوم ولا حتى فراق، يتكلم ينصت ليه الكل، قلوب العالم والأبواب، جدران القاعة وصمت الليل والكون، يتكلم برا القاعة تبص السماء على أحلى إنسان،
يحلم سيدنا محمد بالقرآن، يستاذي الذي يروح يمشي كل وراه فيحط ايديه في الجيوب ويلاقي رغيف يكسبه على 100 مليون محتاج، مع ان عددهم مش بالكترة بس الواحد فيهم بالمليون. البعض ما بينه وبينه خطاوة قليلة دوب خطوات، والبعض مراقب سيرة وبينه وبينه كتير خايفين من غدر يعطل فيه. يوصل سيدنا محمد باب البيت يعزم على كل اصحابه بزاد ويدق الباب، ينفتح الباب يرمي بسلام الطاهرة على السكان، سكان البيت الزوجة والف ملاك جاهزين يقروا وياه سورة القرآن، سور القرآن. يلبس في هدوم النوم، مو تعب مش متعب ابدا ولا مرتاح، حامل في هموم اصحابه، حامل هم الدين، اعداء مدين السكة عليه، دمعة اشواق لله تلمع في عينيه، يمسحها بكم التوب كم التوب ويتوب في اللحظة 10 مرات 100 في الليلة الواحدة لانه عبد شكور. يفتح في الباب من تاني لوحده يبص بشوق على الليل، القمر الصاحي يشوف يدوب، والنجمة عشانك عشان بتلبس اطهر طوب، والصمت يغني عشانه بصوت محسوس. يقرا في الفتحة بقلب رقيق، يدعي لاصحابه بكل الخير، يلمع في الطير بيرد الصورة صورة من صوره من القرآن، يدخل من تاني البيت يقفل الباب بهدوء ملحوظ، يشرب من بعد ما سمى باسم الله سيدنا رسول الله عطشان، يحمد في المولى يقول يا كريم، محتاج للنوم ما ينامش لحد ما ضوء الفجر يبان، يسمع في بلال بيصحي الناس، يقلع في هدومه التاني بشكل سريع، يخرج من تاني وياخد باب الصبر وراه، يلقى الاصحاب واقفين على بعد الشوق، واقفين من وقت دخوله البيت حارسين البيت. يزعل سيدنا محمد من ارهاق اصحابه وخوفهم على طول العمر عليه، الدمعة ما زالت جوا عينيه، يبوسوه في عينيه ويبوسوا كتافه ويبوسوا هدومه، يحاول يبوسوا ايديه، شرفنا بقوس الايد، ايده تلمسهم واحد واحد، يقفوا عشان بالدور النور يملاهم يملى قلوبهم، يبقى الواحد فيهم الف هلال، يلمح في الطيف يتقدم خطوة، يبوس في بلال، يبدأ في قراية الفتح وهم وراه، يترص صفوف في صفوف، يبدأ في صلاة الفجر إمام الله، خلاه قدام الله، خلاك خدام لأجل الإسلام، خدام لأجل الإسلام الله، خلاك أحلام للسائل والمحروم، ماشي من الفجر لحد نهاية اليوم، تسأل عن الناس، ماشي بتردد في الإخلاص، وبتبدأ كل الخطب بسم الله، فرحان السماء بعبيرك، كل الأرض بتنده ليك، فرحان الليل بضياك، فرحان الضوء بقدومك جايب ضوء، والشروق من بعد شروق تهديك الصحبة عباية تروح تهديها الجار مهزوم. بتزور يا رسول الله في الثانية 1000 عجوز وبتدي رغيف للألف وكل صديق بيعود، واللي وياك بيفوز بالجنة قبل الجنة ما تفتح بابها الناس عشقاك. كان لما بيخرج يلقى غمامة الدار الوجه الطيب، شمس السماء بتحول طيف لرغيف، يكسبه بحنان ويرجع دين وياه. الله 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 على شهد الحرف العازم لحن خلود، على أحلى عود ووعود وكلام، على نور الإسلام على الناس هيسود، على طالة أحمد طه محمد والمحمود. كان لما بيمشي بتنزل كل نجوم السماء تحرس خطاه، وتقول على ضي ضياه الله الله الله، ويهدي الخطوة إن شاف محروم أو طفل يتيم، ويروح الغيب لحظة ما الليل يناديه، كان لما بيمشي بص عليه هدهد على فرع بيفرح بيه، تبص عليه الخطوة تنوح الأرض إن تعبت يوم رجليه، من 100 مشوار لحالات وحالات، كان لما بيلمس حتى فتاة يتحول زاد قناطير قناطير. لجل الإنسان، لجل الأنعام، لجل اللي يعوزه، لجل الطير من غيره العدل ضرير، ده لأنه ميزان موزون من عند الله. الله الله الله، صبحت فتواه جوانين وحديثه منزل زي الوحي من الرحمن الله، على السيد الأرض
وسيد الناس والقوم الله على الكف الطاهرة الطاهرة لما تطبطب على محروم، ولا يجهر عمره يتيم ولا ينهر سائل مهما يزيد في سؤال. نعمة رب وتملي يحدث لو سألوه، لو بص في يوم لوجوه ويفرق بين العاص وبين الطيب والشرير. لو ركب الناجة الناجة بتفرح وبتتمنى تكون وياه كل المشاورين. قال الآه تتهز أراضي الكون مع آخر حرف آه فآه شريف، لأن الآه عند رسول الحق أهين. ونتصادف مرة غراب البين بيلين في الجول وياه. الله 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 على أشرف خلق الله، على نور أرسله مولاه، على آية بتخرج من أنفاس رسوله وضي حديث. جبريل في الغار الدافي جليس، وخديجة كلامها ونيس، ويدوس على صوت إبليس وينام. لو يسهر قبل الوحي في أي مكان، إنسان معصوم بيقوم وينام على صوت إنسان. كان لو يتلفت كل الكون يتلفت، كل صعوبة بتصبح بالإمكان. كان لما بيلمس شيء معقول يتعدل الشيء، والمرة السكة الضيق بيوسع فيها بنظرة بسيطة بسم الله. الله 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 بعد في فطار وبعد كل غداء، وعشاه بيجيب لحد الباب. كان لما بيفتح باب البيت بيفتح في الباب، وكأن صوابعه نسيم فواح، حنية وعرف وعزف على المفتاح. ما يحبش يضغط على الأشياء وعلى الإنسان، قلل أصحاب اختار ما بينه وبين تمثيل أخشاب. يتبسم تلقى النور بالشع يزيد ويفيد. الله بيريد الله بيجيد النار ضد الكفار. كان كل حبايب مهاجر حاضر في الأنصار، وانصار يكون مرسوم قدامه خريطة خير. يدي اللي يفيد للغير، أقصد يدي اللي معاه للغير، ويغني الطير لقدوم وحي الطير. يسد عن النخلة تحن النخلة ويصبح صوتها عبير. وان ظلم غريب واحتاج بيصبح للي احتاج مجير، ويصبح للي احتاج مجير، ويشد الحافظ الصبر عليه، ويمد القدم اليوم ده يلاقي الجبل الحمل خفيف، فيغطي خديجة بشاله بعد ما ساب النص رغيف. على كل خديجة العشق هواه، على كف خديجة العشق هواه. الله 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 وعيون الله شايفاه، ودين الله طيلاه. يتحمل برد الليل، يتحمل برد قلوب معصوبة ومش شايفاها. الله 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 على سيدنا الهادي والمدسر والمعصوم، على بدر كحيل العين بيقوم بالقوم. أنا منكم بس بيوحي إلي أوصل ليك وشعاع الوحي آيات، أوصل ليك وشعاع الوحي آيات. لما بيمشي ثلاث خطوات يقطع في بلاده ويخلي جفاف العالم زاد، ويشيل فواحيده ويدمع عينيه، يفتح فواريده الطاهر بحر ويدفن فيه، ويدوس رجليه على الشوك يتألم لما يشوف الدم عليه. حيوان يسقيه، إنسان يكفيه، الطير يقويه، الخوف يدريه، يلاقيه الكل في وقت الشدة طفان إنقاذ. يصبح فدان من حنطة. إن واحد عايز يحكي عن كافر خسر الآخرة وآخر فاز، وجزاز يتحمل عض الديب، ويقوم يقعد لو غلب النوم يقرأ القرآن، يصحى علشان ينصح في الكوف في القوم بكلام مفهوم. الجهل مازال موجود في عقول الناس، والهادي معاه نبراس العلم عشان الكل يفوق. يقعد الكل يقف لضياء. الله 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 يتكلم يخرج صوت الكلمة عقيق، عمره ما يقاطع حد في وسط كلام، تخرج أنفاسه بكل روايح دنيا النور الحق. ليمكن لحظة يخاف من الزور، يوصلهم قول الله بوضوح، الروح توصل للروح. ويقاس في نص التانية 7 سنوات ولا ظالم مات. الله بيمد في عمر الظالم نجي رسول الحق ينور إحسان. يقرأ القرآن كروان، يشرح فايات المولى بحس رخيم. يبدأ حديثه بسم الله وسعد بكلام الله، مفاتيح تقواه تفتح في قلوب البعض يتوب والباقي
بعد ثواني التوب التوب كان بال التوب كان بالقلوب يا رسول الله، فعدلت التوب كان جوا السكة عيوب يا رسول الله، تاب المعيوب وألاف 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 وسنين 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 خالد يا رسول الله. واليوم هنساوي خلودك من الخالدين، كلما بيمشي الطين يخضر يخضر ويخضر في النعناع، ورحال وسنابل قمح وفول فواكه خير الله ألوان، كلما بيمشي نور الله بيبان، ونحس في يوم مرهق الأرض تعوم جوا النهجان، ونحب يعود ويعود من السكة جديدة، تصبر تصير الأرض رحان، وننام سيدنا برسول الله في الحلم بيقرأ آيات القرآن. سيدنا رسول الله هو الإنسان في جميع الكون اللي ما يقدرش حد في العالم هذا العالم يهمس انه ماضي كان. الشاعر الكبير ابراهيم رضوان، اداء محمد عبد القوي حسن.